لو عندك زغليل في السن ده خاسة مش بتكبر، الأهالي مش بتأكلها، هتبص في الحلق كده، هتبص في الحلق كده من جوه، لو لقيت فيه أبيض أو فيه زي رغاوي أو حاجة ملزقة هتبص هنا، هتبص في رقبة الزغلول، لو لقيت رقبة الزغلول حمرة ملتهبة تحس ان في هنا التهاب تعرف ان ده كانكر. يبقى الفيديو ده علشانك، تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معكم اخوكم مصطفى. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ ندخل في موضوع النهاردة الكانكر وعلاجه. موضوع اللي هو الكانكر علاجه فلاجيل او امريزول. معانا النهاردة امريزول، هنشوف بنعالج ازاي. انا بعطي الامريزول او فلاجيل لازم اعطيه في السن الصغير ده. شوف حضرتك، اول ما تلاقي الزغلول بدأ فيه اللون ده، لون الريش بدأ يطلع فيه اسود ابيض ايا كان لونه، تبدأ على طول تاتي 3 ايام في اي سن. لو انت ما عطيتش تاتي 3 ايام نص سنتي من امريزول او فلاجيل، ترج الازازة جيدا. ده يا جماعة هيكبر الزغليل عندك ومش هيخلي الزغلول اللي هو الزغلول الجعان. هنرج الازازة وناتي الزغلول الصغير اللي في السن اللي زي ده، اصغر حاجة نص سنتي، والاكبر ناتيله سنتي لمدة 3 ايام بس، مفيش اكتر من كده، ما تزودش عن كده، لان اكتر من 3 ايام بيضر الزغاليل. هنقطع عينة طبعا دلوقتي احنا في موسم الانتاج، علشان تقدر تستفاد من الانتاج ويطلع عندك زغاليل كويسة. يبقى هتأتي زي ما اقول لحضرتك بالظبط دلوقتي، نص سنتي للزغلول الصغير وسنتي للزغلول الكبير. طبعا سرنجة الانسولين ديت بتسهل جدا، بتملها كلها سنتي ونصها نص سنتي، مفيش اسهل منها، وبتدخل في حصلة الزغاليل بنفس الطريقة كده. طيب اعطيت للزغاليل اللي هي الصغيرة النص سنتي او السنتي على حسب حجم الزغلول. طيب الحمام الكبير بنعمل معاه ايه؟ او الحمام اللي هو الجماعي، لو انا عايز اعطي جماعي بعطي 5 سنتي، 5 سنتي على لتر المية برضو لمدة 3 ايام، ما بزودش عن 3 ايام. بعد 3 ايام بنعمل ايه؟ بناتي خميرة ايا كان نوعها، لو ما عندك اقراص خميرة اعطي نص قرص، لو ما فيش اقراص خميرة تجيب حتة خميرة وتدوبها في المية وتعطي سرنجة كل زغلول، علشان ترجع تاني البكتيريا النافعة اللي قضى عليها الفلاجيل، لان الفلاجيل بيقضي على جميع انواع البكتيريا النافعة منها والضارة، فاحنا بنرجعها بالخميرة. وبالهنا والشفا.